في حقوق في الدنيا إلا عليها واجبات. إما صارحتوا إما شفتوا تغيير للعقد الاجتماعي اللي عايشين في ظله ما في أمل ولا في شيء. يعني معالي رئيس الوزراء قال إحنا نعمل مصر تكون في المرتبة 30 على مستوى دول العالم. والله نتمنى أن تكون في المرتبة الأولى، لأنه عندكم مؤهلات أولا تاريخ 7000 سنة، لكن للأسف يعني ما استفدتوا من حضارة أجدادكم. المنتظر إيه من المؤتمر ده علشان يقدروا يحققوا حضرتك بتقول؟ والله أنا قلته، المنتظر إنه هذا علامة على الطريق. مؤتمر 3 أيام ما يقدر يرسم مستقبل مصر. لا، هذا نصير بنهرج. لكن نقطة استرشادية. لا، هذا علامة على الطريق، ولازم كل مفكرين مصر وعلمائها أنتوا ساعدتوا في كل العالم. في بلدكم حتعجزوا؟ لا. بنعتبر المؤتمر ده هو مؤتمر تمهيدي للمؤتمر اللي هيعقد في فبراير. أنا قلت هذه علامة على الطريق. أول لازم يكون في حوار مجتمعي. ولا أحد مقايم بواجبه في دولنا، ما أقول مصر بس. كل واحد يظن أنه هو الحق معاه. يطبق الحق على آخرين على نفسه لا. طب ورؤية حضرتك إيه يا فندم علشان يبقى في فعلا تفاعل ما بين المؤسسات وبين بعضها ومؤسسات رجال الأعمال والمستثمرين؟ والله أنا قلت يعني أولا لازم كلنا نعيد التفكير في وضعنا. نحن ولفنا على التظالم. أنا أبغى الناس يعدلوا معايا ويدوني حقوقي. لكن أنا آكل حق الناس. أنا أخلاقي زي الزفت. أنا هذه ما تغيرت النظرة دي عندنا ما حنلحق بالعالم المتقدم.